بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سلام الله عليكم أعزائي المتابعين. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة على قناتكم كانال أيمن ناجي. في هذه الحلقة أردت أن أعلمكم بإحدى اللعب الرائعة التي تعرفت عليها مؤخرا. إنها لعبة حرب الملوك، وهي لعبة متصفح مجانية، لعبة استراتيجية تحاكي الحروب في العصور الوسطى من خلال بناء القلاع وتدريب الجنود واختيار أحد شعوب العصور القديمة، ويمكن من خلالها خوض الحروب واحتلال القلاع الأخرى وعمل تحالفات إلى غير ذلك. هذه اللعبة طورت من طرف الشركة البلغارية إكس سوفتوار، وقد أصدرت نسختها العربية مؤخرا. لتدخل إلى موقع اللعبة والتسجيل فيها، يضغط على الرابط أسفل الفيديو ليأخذك إلى هذا الرابط. هنا يمكن أن تسجل مع الفيسبوك أو تسجل بالإيميل الخاص بك عن طريق الضغط على سجلني، وتكتب هنا الاسم وهنا كلمة السر والبريد الإلكتروني، أو ببساطة الضغط على سجل مع الفيسبوك. بعد التسجيل تكتب هنا الاسم الذي اخترته، اسم الملك مثلا، انا هذا هو اسمي الخاص بي، وتكتب كلمة السر هنا وتضغط على العب الان، ثم تضغط على تسجيل الدخول، وستبدأ في لعب اللعبة. حقيقة انها لعبة رائعة تحاكي العصور الوسطى، وتقوم على الاستراتيجية والذكاء والعلم بفنون الحرب. هذه اللعبة لقد اكتشفتها مؤخرا، وأردت أن أخبركم بها لتلعبوها أو تجربوها أيضا. أخيرا لا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب، والإعجاب بصفحتي على الفيسبوك وأيضا على التويتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.